1 2 3 ولا انت بتقول 1 2 3؟ انا اسمي ادهم، انا في مدرسة اوازيس، وانا عايز انا بحب ال سبورت، وانا بلعب جودو وهبتدي كوره، وبحب فورتنايت في ماينكرافت، وعندي بلاي ستيشن، وعندي اخت وعندي اخت ستيب سيستر، وانا عايزه امثل بس لسه مش عارف مع مين. وانا عندي حاجات حلوه قوي هوريها لكم. هتورينا دلوقتي ولا كمان شويه؟ ورينا يلا دلوقتي. تورينا يلا. اول حاجة تاج، انا احلى فيلم بحبه هو ستار وورز، فانا هبتدي اعمل اي حاجة زي كده خلاص. طب ما تيجي في الليفينج اوسع. تعالى في الليفينج اوسع. بعديها تاني حاجة هوريها لكم هي الرقصات بتاعتي. حلوة الرقصات دي. طب انت عايز تمثل ليه بقى؟ عشان نفسي امثل، ونفسي اوري اصحابي، ودي اول مره حاجه اعملها، يعني انا يعني اتبسط قوي قوي قوي، وكمان هنزلها على يوتيوب شانل بتاعتي بجانب مور سبسكرايبرز. طب انت ايه الشانل بتاعتك ايه؟ هارونز. السبيلنج بتاعها ايه؟ هارون او هارونز، بس هي ال H لازم كابيتال، وعلامتها H، لونها وايت والباك جراوند بينك وخلاص. فيها الفيديوز بتاعتي وانا بلعب عليها فورتنايت، وبعمل جلو يعني بعمل موبايل بجلو بورق، وكنت بعمل فيديو، هعمل فيديو ماينكرافت هنزله. طيب عايز حاجة تانية؟ لا. انت عارف الفيديو ده لمين اصلا؟ الفيديو. بنعمل الفيديو ده ليه؟ عشان التمثيل، او التمثيل يعني عشان امثل. هنوديه لمين يعني يشوفه؟ مش عارف. طب انت نفسك تمثل مع مين؟ ان شاء الله يكون دنيا سمير غانم، او ايمي سمير غانم، او اي حد انا بحبه. ان شاء الله يكون مغني حتى، اي حد. ماشي. عايز تقول اي حاجة تانية ولا خلاص؟ لا كده كويس. باي.